مجموعة فداك قلبي. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان، لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له، وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص، ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب، وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. كم أنت عظيم يا رسول الله. عزيزي جرافيك.com